نبدأ بقى ناخد مثال تاني. هيوضح لنا بقى ازاي يعني مثلا الشركه ممكن يبقى فيها اكاونت ريسيفابل وايه يعني ايه اكاونت ريسيفابل، وبرده هيوضح لنا شويه حاجات تانية ممكن تحصل. شوفوا مع بعض ويبقى يعني البروبلمز دي هتبقى تتصور وننزلها على الجروب الواتس ان شاء الله انتوا هتشتركوا فيه. يقول لك مثلا اليكس هاز اوند ان اوبريتد ا بارتنرشيب. اليكس عمل شركه لمده سنه، يعني مده مثلا فور سيفرال ييرز، لمده مثلا اكتر من سنه، عده سنوات. الراجل ده بيمتلك شركه لعده سنوات. يوم 1 يناير هي ديسايدد تو ترانسميت ذيس بزنس اند بيكيم ا بارتنر ان ذا فيرم اوف اليكس اند ساب. الراجل ده كان عنده شركه، كان عنده مكان بتاعه بروبرتورشيب. الراجل ده كان عنده بروبرتورشيب اللي احنا قلنا اللي هي اوند باي وان بيرسون. الراجل ده حب يكون عنده بارتنرشيب، يتنقل بقى يجيب شريك كمان معاه مثلا في المكان بتاعه. راح لواحد تاني اسمه سام عشان يبداوا الاثنين يعملوا الشركه. اليكس يشوف هو الحاجات اللي في الشركه بتاعته قد ايه، وسام برده يقول له انا هخش معاك بقد ايه. اليكس بيقول لك اليكس انفستد ان ذا بارتنر كونسيستس اوف، يعني هو يعني اللي هو الحاجات اللي هو استثمرها في الشركه الجديده بتاعتهم هما الاثنين 12000 كاش. يعني الراجل ده اللي هو بقى مين اللي هو اليكس عنده دلوقتي 12000 كاش، وقال لك كمان اند فولوينج اسيتس عنده اكاونت ريسيفابل ب 14000. اكاونت ريسيفابل ب 14000. الراجل ده هو في الشركه اللي هو قصدي انا اسف اللي هو البروبرتور شيب بتاعته القديمه كان ليه اكاونت ريسيفابل فلوس بره عند الناس ب 14000. يعني هو كان بايع حاجات وله فلوس لسه بره عند الناس، فهو داخل بيها استثمار، ما الفلوس كده كده هتيجي، فهو داخل بيها برده في الشركه اللي بتتكون جديد. وعنده كمان حاجه اسمها ليس الاونس اوف ديت فول اكاونت 2000. عنده حاجه اسمها ليس الاونس اوف ديت فول اكاونت ب 2000. يعني ايه الكلام ده بقى؟ انت وانت رايح تعمل شركه جديده بقى مع يعني اليكس راح يعمل شركه جديده مع سام، يقول له ايه ال 14000 اللي هو الاكونت ريسيفابل دول انا ايش ضمني ان هم يجوا كلهم كاملين؟ فاحنا نعمل لنا مثلا زي 2000 جنيه مثلا يتخصموا من هنا، ممكن ما يجوش، ما جوش بس ال 14000 دول احنا كاننا بنشتريهم بقى، نشتريهم في الشركه الجديده ب 12000 بس. هي دي الفكره بتاعت الالاونس اوف ديت فول اكاونت. وقال لي برده معاه اكيوبمنت ب 20000، عنده معدات ب 20000. طيب وعندك قال لك ايه بقى كمان؟ ليس اكيوموليت ديبريسيشن اوف 4000. الراجل ده لما هو جاب لي الدفاتر بتاعته كانت الاكيوبمنت بتاعته مثلا في بدايه مكان عنده البروبرتور شيب بتاعته ب 20000. لما جينا نقيم المعدات دلوقتي ونعمل لها حاجه اسمها الاهلاك ديبريسيشن لقيناها بكام؟ ب 4000. طيب بيقول لك كمان الناس دي بقى اتس اجريد ذات ذا الاونس فور ديت فول اكاونت شود بي 3000. الناس دي كمان اتفقت ان مش هيبقى مثلا الديت فول اكاونت اللي هو ده ب 2000، لا ده هنخليه كمان 3000. يعني كمان اللي هو ايه الاجريد بقى اللي اتفقوا عليه اللي احنا هناخده فعلا اللي هو اوف ديت فول اكاونت ثلاثة آلاف. وقال لك الفير ماركت فاليو اوف اكيوبمنت ب 13500. المعدات دي الفير ماركت فاليو 13500. طيب تقول لي منين بقى ان هيبقى في اكونت ديبريسيشن ب 4000 ومنين ان قيمتها دلوقتي ب 13500؟ اولا هو قال لي الراجل دوت هو بيعمل حساباته في الشركه طبيعي جدا كان بيعمل للاكيوبمنت بتاعته اهلاك، قاعد يعمل لها اهلاك لحد ما وصلت ان هي الاهلاك بتاعها 4000 جنيه. المفروض بقى تبقى قيمتها دلوقتي 16000. بس الراجل ده بيعيد كانه بيعيد يبيعها زي ما قلنا كمان بيبيع الاكونت ريسيفبل بتاعه. بيعيد بيعها فراح قيمها في السوق فلقاها بتبقى عامله 13500. يبقى احنا اللي هناخد ده
ولا هيبقى لينا علاقه بده. هنبص على ايه الفير ماركت فاليو اللي هو 13500، قيمتها السوقيه دلوقتي 13500، زي ما احنا مش هنبص على الالاونس اوف ديت فول اكاونت اللي هو اللي موجود عنده اللي هو ال 2000، لا ده احنا هنبص اللي هم اتفقوا يبقى بكام، يبقى ب 3000، هناخد ده معانا ونطرحه من الاكاونت ريسيفبل اللي هو ال 14000. طيب نيجي بقى نعمل اللي هو لسان دوت، نعمل له الجورنال انتري بتاعته قبل ما نشوف اليكس هو كمان دخل بايه. نعملها هنا كده مثلا، الراجل ده احنا قلنا مثلا زي ما اتفقنا كده ان احنا هنشوف كل الكلام ده بتاعه بكام، هنشوف في اخر ايه الكابيتال بتاعه دلوقتي بقى بكام. الراجل ده في الجورنال انتري بتاعي قال لي ان هو معاه كاش ب 12000، طبيعته 12000. طيب قال لي معاه اكونت ريسيفبل 14 ايه 14000، هنكتبه كده اكونت ريسيفبل 14000. وكنا قايلين ان في حاجه اسمها الاجريد اوف ديتفول اكونت كام، 3000. فهنعمل كده الالاونس اوف ديتفول اكونت اوف او للاكونت ريسيفبل بكام، ب 3000. هنحطها فين؟ في الكريدت. احنا قلنا الاكونت ريسيفبل دي فلوس ليا بره عند الناس، الشركه ليها فلوس بره عند الناس 14000، بس في حوالي 3000 جنيه ممكن في ناس ما تدفعش، تسافر مثلا، خلاص تطنش الفلوس اللي عليها، فبنعمله في الكريدت ب 3000. ليه؟ لان بنعمل عكس الطبيعه بتاعت الاكونت ريسيفبل. لو جينا كده هيبقى كام في الاخر خالص لما هنعمل الليدجر، هتلاقي ده بان بكام، بان ب 11000. طيب الراجل ده قال لك عنده كمان معدات الفير ماركت فاليو بتاعتها بكام، قلنا هناخد ال 13500، يبقى عنده اكيوبمنت في الديبت بكام، ب 13500. الراجل قال لك عنده حاجه تاني، ما قالكش عنده حاجه تاني. طيب يبقى الكابيتال دلوقتي بقى بكام، الكابيتال بكام بقى دلوقتي؟ الكابيتال بتاعه 12000 و14000 و13500 اللي هو 36500. ده مين؟ ده أليكس. بدأنا نشوف الداتا بتاعتي، نعمل لها بروسس ونشوف ايه الراجل دوت عمل له حاجات بكام. قال لك برضو الراجل التاني بقى اللي هو مين، اللي هو سام، استثمر حاجات تانية، استثمر برضو حوالي 10000 جنيه كاش. الراجل ده استثمر اللي هو سام كاش، ده احنا قلنا مثلا اللي هو كل ده الاليكس، استثمر كاش ب 10000 جنيه، وقال لك كمان معاه معدات اكيوبمنت الفير ماركت فاليو بتاعتها 5000، والراجل ده كان عنده مخزون وبضاعة انفنتوري ب 9000. طيب ما قالكش عمل حاجة تاني، يبقى مين بقى اللي هو مثلا سام كابيتال اللي هو 10 و 9 دي كده 19، دي كده 24000. لما تيجي بقى تعمل الليدجر برضو زي ما احنا اتفقنا اللي هو دفتر الاستاذ عشان نعرف ناخد منه اللي هو الليدجر بقى للكاش، نعرف في كاش قد ايه في الشركه، في كاش 12 وفي كاش 10، فين في الديبت 12 و10، يبقى دي كده في 22000 جنيه في الشركه كاش. طيب في اكونت ريسيفبل بكام؟ في اكونت ريسيفبل عندي ب 14000 في الديبت. في اكونت ريسيفبل تاني؟ مفيش، لكن في هنا في الالاونس بتاعي اللي هو كام؟ 3000. بقى كام؟ بقى 11000 دلوقتي اللي موجود فعلا في الشركه، 11000 اكونت ريسيفبل. في مثلا كابيتال اللي هو مثلا اللي هو التوتال اونرز ايكويتي بقى اللي هو الكابيتال كله على بعضه، راس المال الشركه دلوقتي بقى بكام؟ بقى ب 36500 زائد اللي هو 24000. طيب
بعد كده ممكن نعمل البالانس شيت كمان اللي هو البالانس شيت بتاعتي بقى اللي احنا قلناها. ممكن نعمل بقى البالانس شيت. البالانس شيت بتاعتي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاسيتس لايبيليتي بلس اونرز ايكويتي. بشوف كل الاسيتس، يعني مثلا عندي الكاش اسيتس، عندي الاكونت ريسيفبل اسيتس، لو كنا كمان كان في اكيوبمنت اللي عملنا لها ليدجر اكيوبمنت، مثلا كانت في اكيوبمنت بكام؟ ب 13500، والراجل ده برده كان جايب اكيوبمنت ب 5000. تمام، عشان نبدا نكتبها كلها. شوف بقى الاسيتس عندي، الاسيتس عندي مين؟ عندي الكاش اسيتس التوتال بتاعه كام؟ 22000. عندي مين تاني؟ اكاونت ريسيفبل اسيتس بكام؟ ب 11000. عندي مين تاني؟ اسيتس الكابيتال، قلنا الكابيتال ده ايه؟ واحد من الاربعه اللي تحت الاونرز ايكويتي. عندي مين تاني؟ عندي الاكيوبمنت المعدات بتاعتي مثلا 10000. تمام، الليبرتي والاونرز ايكويتي. بقى عندي لايبيليتي، ما عنديش، الشركه دي ما عليهاش التزامات لحد بره، لا نوتس بيبل ولا اكاونت بيبل ولا سالاريز بيبل ولا اي حاجه خالص. ايه اي حاجه بيبل اللي هي تبقى في اللايبيليتي، ما فيش خالص عندي حاجه بيبل. طيب عندي ايه؟ عندي بقى الكابيتال اللي هو مثلا 36500. احنا مثلا لو جمعنا ده 22 و10 دي كده كام؟ 2 دي كده 32 و11 43000. طيب هنا قلنا مثلا عندي 36500، يبقى الراجل الثاني بتاعي كام؟ هتطرح ده من ده هيدي لك الراجل الثاني اللي هو الكابيتال الثاني بتاع الايه اللي هو الكابيتال التوتال بقى، وتقوم جاي مجمعهم، هتلاقي الناحيه ديت بتساوي برده 43000 جنيه مثلا اللي هي نفس الثاني. هتلاقي اليمين اليمين نفس اليمين الشمال بالظبط بعد كل العمليات اللي احنا عملناها اللي هو الليدجر والجورنال كل ده. لما يجي بقى في البالانس شيت في الاخر هتبدا تعرف ان الاونر اللي هو نفس المعادله، هتبدا تبين لك بقى تجمع كل الكاش عندك كانت في كام في كل اللي حصل من اول ما الشركه بدات وكل العمليات. مثلا لو كان في انفنتوري تعرف برده كان كام من اول ما الشركه بدات، وتعرف برده الايكيوبمنت بتاعتي كانت كام من اول ما الشركه بدات. المره الجايه برده هنعرف ازاي نقسم بقى الايه الديفيدنت اوف نت انكم. لو في مثلا لو كان في مثلا قال لك بقى ان كان في ريفينيو مثلا ب 10000 وكانت تكلفه البضاعه مثلا 5000 والناس دي كسبت 5000، نعرف بناء على ايه بقى بنوزع الارباح اللي هي ال 5000 جنيه دي بنوزعها على اليكس وسام ازاي؟ هل بنوزعها مثلا 50-50 ولا هل هم بيتفقوا على نسبه، ولا هل بتبقى نسبه على الكابيتال اللي هو راس المال اللي موجود، هم معاهم راس مال قد ايه في الشركه؟ ده هنعرفه المره الجايه ان شاء الله. شكرا.